يقدم لكم هذا البرنامج برعاية إيزي. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم عبر قناتكم قناة الهداف وحصتكم حصة إيكا في موسمها الرابع. عدد اليوم حيشهد نصف النهائي الثاني بعد تأهل فريق أم البواقي إلى النهائي في الحلقات السابقة. اليوم نصف النهائي الثاني راح يجمع بين فريقي وهران جونيور وفريق الجزائر العاصمة. راح نستقبلوهم الآن تحت صفقات الجمهور الحاضر معنا. إبراهيم أمين، مرحبا بكم مجددا. نذكركم ونذكر مشاهدينا الكرام أنه واحد من كل فريق ما راحش يلعب نصف نهائي، راح تكون من نصيبه الكرة السوداء اللي راهي داخل علبة، ما راحش يلعب دور نصف نهائي، في حين زملائه سيلعبون مواجهتين، كل مواجهة فيها مبارتين، مباراة ذهاب ومباراة إياب. فتنا بريمي تور دوزيام، رانا في دومي فينال ان شاء الله فيها خير. وجدنا البارح كاع الليل نورمالمون فيها فريق الخصم، شفناهم البارح كشي يلعبوا ماناش متخوفين منهم. على كل حال مام يكون وش يكون ما راحش نخافوا، باسكو لو كان نخافوا ندخلوا خاسرين. ما عندناش بزاف معلومات على هاد ليكيب، سي ان بو ديزافونتاجو بصح ما كاش مشكل، وليكيب لي جي نقابلوها سون بروبليم. نقول لكم بون شونس جي على الربحات اللي درتوهم، وبون شونس ان شاء الله كل واحد فيكم ان شاء الله يدعي ما يطيحش معايا، هذا باسكو اللي يطيح معايا نربح. ابراهيم قائد فريق وهران، لو كان نعطوك حق اختيار لمن تعطي الكره السوداء لمن تعطيها لفريقك؟ ما غاديش نحسدهم هما، نديها انا. ديها انت، يعطيك الصحه ابراهيم. امين، لو كان نعطيك الكره السوداء لمن تمدها؟ كيف انا ديها انت، ما تعطيهاش رضوان؟ هو الصح، رضوان لو كان يديها يعطيها لك. ليه؟ انا فالي. شكرا لكم. فريق ابراهيم وفريق وهران، راح نبداو بكم، راح تمروا بالواحد بدون غش، بلا ما تشوفوا داخل العلبه تختاروا الكره وتعطوها له. هيا ابراهيم. زعف ابراهيم. زعفت ابراهيم، تلعب نصف النهائي. ياسين تفضل، ما تخافش ياسين، بلا ما تشوف، خلص بلا ما تشوف. حمرا في زوز زعفوا، ما فهمت فريق على زعفه. الياس زيد فوت الياس باش نتاكدوا باللي الكره اللي بقات داخل كره سوداء. حمرا 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 عليك. كره سوداء كانت نصيب الياس، اذا الياس هو اللي ما راحش يلعب من فريق وهران. مالوريزمون جبت لابول نوار، طاحت فيا، جيتي ديسو باسكو كنت باغي نلعب وكنت جيتي بري باش نلعب، مي معليش جو سي كون قد نسكر على صحابي وجو سي كيل فيرون لو بولو. صراحه انا عندي ثقه في كامل صحابي، كسا سوا انا ولا هما، نو زافون كونفيونس اون نو ميم. هيا امين، بسم الله على الله. سوداء، توقع تاعك جاب كي جبت لابول هذيك نوار شتها، ما نكذبش عليك فشلت، مي عندي لا كونفيونس في صحابي، على بالي بلي يعرفوا يلعبوا يقدروا يديروا ريزلتا، بصح كنت حاب نلعب، كنت حاب نشارك في ديمي فينال، مي معليش ان شاء الله نديروا ريزلتا ونربحوا ديمي فينال. وليد حمرا، وليد راح يلعب نصف النهائي طبعا، رضوان راح يلعب ايضا نصف النهائي، بصح زيد تاكد رضوان. رفت امين بولا السوداء، وانا ما كنتش حاب هو يرفدها، فاني حاسس راه بلي ثاق فيه اكثر من وليد، وليد عنده بزاف ما لعبش. حمرا ايضا من عند رضوان، رضوان سيلعب نصف النهائي، يبقى معايا وليد وابراهيم من فريق وهران الجزائر العاصمة، في حين زملائهم التحقوا بالمدرجات. حظ سيء انه امين يعني القائد تاعنا هو اللي اقصي. كما قلت سابقا احنا في ثلاثة عندنا لي ميم كاباسيتي براتيكمون، احنا اوني كونسونتري بلينمون سور لو ماتش، ومادا بينا نديروا نتيجة ايجابية باش منها نشرفوا الولاية ومنها نشرفوا اللعبة ونشرفوا اهالينا والعائلة تاعنا. مالوريزمون الياس رفض لابول نوار، بصح معليش غادي ان شاء الله انا وياسين نديروا كاع في امكانياتنا باش ان شاء الله نربحوا.
راح تلعب المواجهه الاولى ذهب واياب. راك واجد ابراهيم وليد اذا وليد ابراهيم هاند تو هاند. في دومي فينال رانا واعيين بالمسؤوليه، رانا واعيين واش يستنى فينا في هذا لو ماتش. راني شويه ستريسي، اسبيرون نقدر نجيري هذا لو ستريس ونربح ان شاء الله. حصه ايكوب تحدي خاطر لي زادفيرسير راهم ملاح بزاف، كل شيء ملاح ان شاء الله فيها خير. وليد ابراهيم انتبهوا معايا برك قبل ما تبداو، لازم بيلو فاس باش نشوفوا شكون يلعب الاياب عنده. وليد واش تخير، روج ولا بيان نوار؟ تاع الكبير نبداو بك. روج. تاع دونك نوار. روج. دونك تلعب بالروتور عندك. روتاكور سامر. روج. كرة القدم عامة والكرة الافتراضية لو موند فيرتوال كيما فيفا ايتو سو ني با دو لا سيونس اكزاكت. خلاص دوك لحقنا ان مومون دوني وين ما كاش ملعب تاعك والملعب تاعي ايتو. جي ان سول اوبجيكتيف انه نربح لي دو ماتش بوان لا ليغ. وليد من الجزائر العاصمة، واش من الفريق راح تلعب به اليوم؟ راح نلعب ريال مدريد. ريال مدريد، واش من الخطة راح تلعب؟ 4-2-3-1. هجومية ولا دفاعية؟ هجومية إن شاء الله. هاد التكتيك جينيرالمون يلعبوا بها لي بروفيسيونيل، يعني أنا عام كامل وأنا نلعب فيفا 20 نلعب بها التكتيك، وشنو سي لي زانستركسيون اللي نمدهم للاعبين تاعي، يعني تعليمات نمدهم للاعبين تاعي اللي يختلفوا، ويختلفوا على حساب المنافس. دونك من هذه الناحية لأني موالف هاد التكتيك لأنها جيدة تنسق بين الدفاع والهجوم اللي ساعدتني بزاف، ومادا بيا نكمل بها لو تورنو إن شاء الله إذا كتب ربي. إبراهيم من وهران، واش من الفريق راح تلعب؟ ليفربول. ليفربول، لعبت بها في الدور الأول؟ أنا غير نلعب بهم. واش من الخطة العادية؟ ديفونسيف شوية. نفس الخطة نفس ديفونسيف باش تعرف على المنافس، بعد في الإياب حاجة واحدة أخرى. هشام. غادي نلعب ديفونسيفمون في الالي خاطرش غادي نلعب عندي كل بوتي نتعدى زوج اللي خاصني نكون بلوس ديفونسيف. ايا وفي الروتور ان شاء الله نلعب اوفونسيفمون ان شاء الله. مساء الخير مشاهدينا الكرام، طابت امسيتكم، نرحب بكم في حصة إيكوب في مواجهة النصف النهائي الثاني بين فريق وهران وفريق الجزائر العاصمة. فريق وهران يمثله ريال مدريد اليوم أو ليفربول عفوا، في حين يلعب الجزائر العاصمة بفريق ريال مدريد. نذكر مشاهدينا الكرام أن فريق أم البواقي قد تأهل إلى النصف النهائي. كرة الآن لروبرتو فيرمينو، فيرمينو لماني، ساديو ماني، ساديو ماني، حلوة حلوة من داني كارفاخال. يلعب اليوم فريق الجزائر العاصمة خارج أرضه، له أفضلية الاستقبال في مباراة العودة. الكرة الآن لليفربول، فابينو، إندرسون، فاينالد هوم، إندرسون. يحاول ليفربول السيطرة منذ البداية، يحاول قائد فريق وهران السيطرة منذ البداية. إبراهيم، ألنند، فيرجيل فان دايك، فيرجيل فان دايك، كرة الآن لمدريد، فالفيردي مسترجع من بيل، غاريث بيل، مودريتش، لوكا مودريتش، فينيسيوس جونيور، حلوة حلوة من فابينو. الكرة الآن محمد صلاح، هذا أبو صلاح، هذا أبو صلاح، هذا معشوق الشعب المصري والشعب العربي. فينالدوم الآن، روبرتو فيرمينو، إندرسون، فابينو، مستعجل بعض الشيء ليفربول، فالفيردي الآن، مودريتش الآن، فابينو، حول من إندرسون، إندرسون ناحية مانيه، ساديو مانيه، ساديو ماني الآن، لماذا يتوقف مانيه؟ لماذا هذا البطء من مانيه؟ عودة، عودة من مانيه، مانيه، ماذا يفعل مانيه؟ ماذا يفعل في هذه اللقطة؟ شوف 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 ماذا حصل في هذه اللقطة؟ تردد كبير من مانيه. فالفيردي، لوكا مودريتش، مارسيلو، مسترجعة من روبرتو فيرمينو، فيرمينو ماذا يفعل؟ فيرمينو ماذا يفعل؟ استعجال كبير من فريق وهران وفريق ليفربول. فريق وهران دائما وابدا بالالوان الحمراء، الراس ليفربول الوان الحمراوه. كازيميرو، مودريتش، مارسيلو، الآن يعود الجزائر العاصمة، يعود إيدن هازارد، 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 ماذا يفعل هازارد؟ فالفيردي، الخبرة تلعب دور كبير الآن، مارسيلو، فالفيردي، مارسيلو مرة أخرى، لا يلعب في منصب مارسيلو، فيرجيل فان دايك مسترجع، محمد صلاح، صلاح، أبو صلاح، أبو صلاح،
الكرة آلي إندرسون، إندرسون فينالدهم فيرمينو حلوة اللقطة، حلوة اللقطة. أها صلاح استعرض، صلاح استعرض، فيرمينو استعرض. مستعجل إبراهيم، مستعجل بعض الشيء في المباراة. ماني مرة أخرى، ساديو ماني روبرتسون، ماني مرة أخرى يبحث عن الهدف الأول. روبرتو فيرمينو، ماني الكرة الآلي فينالدهم فابينو ماذا يفعل؟ فابينو هدف أول قادم لا محالة، لكن الحارس له رأي آخر. ماني فينالدهم، فيرمينو ماذا يفعل؟ يسترجع ريال مدريد. الآن الكرة مارسيلو كازيميرو، 43 دقيقة لعب مرت مشاهدين الكرام. التعادل هو الحاسم، كلا الفريقين يلعبان بتحفظ لحد الآن، 0-0. لا يريدان استعجال، يريدان الدخول في المباراة ومباراة الإياب، يلعبون الكل في الكل. الكل على الريال، مسترجع من لوكا مودريتش، حلوة اللقطة من مودريتش ناحية صلاح. الآن أبو صلاح، الآن فينيسيوس جونيور البرازيلي، فينيسيوس جونيور ماذا يفعل؟ ليفربول مستدمرون. صلاح وآخر كرة في المباراة. مشاهدي الكرام، ينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي 0-0 في فريق الجزائر العاصمة وفريق فاران. ما درتش ريغلاج تكتيك، ما درتش نسيت، ما مديت لهمش لي كونسين تكتيك، لأنه مديت لي انستركسيون اللي هما اللاعبين مباشرة وين تروح واش دير واش ما ديرش، وما مديتش لي كونسين تكتيك بور توت ليكيب اوفونسيف اي ديفونسيف. في الشوط راح نبدل هذو لي كونسين، وراني حاس لانه حسيت في اللعب تاعي انه ما كانتش الحاله سوا دوك، راني حاس بلي راح يتغير لعبي وراح نادي وش يلزم. ابراهيم كاش ما غيرت ابراهيم ولا والو؟ ما غيرت والو، راني مليح كيما بديت. كيما تكمل؟ ما بديت كيما نكمل. بريمير ميتون كملت، ما بنتليش نبدل، رانا نلعبو مليح، الجوره راه كيف ما نزيدو نزيرو روحنا. مشاهدينا الكرام، عودة مجددة إلى مجريات الشوط الثاني في النصف النهائي الثاني الذي يجمع بين فريقي وهران وفريق الجزائر العاصمة. فريق وهران متمثل فريق ليفربول، في هذه اللقطة ليفربول، ماني ضائع الكرة، مستعجل بعض الشيء ليفربول، مستعجل ليفربول. الكرة على ريال مدريد، مسترجع من كارفاخال، فينيسيوس جونيور مسترجع من ليفربول، إندرسون، فيرمينو، ساديو ماني. الكرة الآلي ليفربول، وليد يلعب تحت تشجيع العائلة الكريمة الحاضرة في المدرجات. يعني دوكا لحمي تشوك، تأثرت لأنه شفت الوالدة، شفت الأخ تاعي، وشفت أولادي اللي صراحة راني نلعب على جالهم هنا بور لي زونوري، باسكو أن مومون دوني أون جو فيفا قصرت شوية في حقهم وفي الوقت تاعي نعطيه لهم، دونك سي بور لي زونوري. رافائيل فاران، كازيميرو، تماس الآن لصالح ليفربول، ليفربول باللون الأحمر. الآن الكرة لفابينو، فابينو ماذا يفعل فابينو؟ كرة لمانيه، مانيه وفيرمينو. لو يركز إبراهيم بعض الشيء سيفتح باب تسجيل في هذه المباراة. الكرة لفاران، ميليتاو، كازيميرو يلعب، كازيميرو على اليسار على غير عادته، في حين يلعب مارسيلو في وسط الميدان. الكرة الآن فينيسيوس جونيور قد يأتي أول هدف لغاية الآن في هذه اللقطة. حلوة اللقطة، حلوة مشاهدين الكرام. بينهم الآن ساديو ماني، يطلب الكرة فيرمينو، يمر لفيرمينو، فيرمينو مرة أخرى ماني، شوف، ماذا يفعل ماني؟ صلاح، حلوة اللقطة، حلوة، أوه، تصطدم بالدفاع. 63 دقيقة لعب مشاهدينا الكرام. لحد الآن الكرة على ريال مدريد، التعادل سلبي لحد الآن، والأداء إيجابي من كلا الفريقين. خطأ في منطقة حساسة جدا على بعد 22 متر من مرمى الحارس. الآن ريال مدريد ماذا تفعل؟ بالله عليك يا أزار، يا هازارد. كرة الآن لهازارد البلجيكي، الدوري البلجيكي، غاريث بايل الأول كاد أن يكون في هذه اللحظة لصالح ريال مدريد والجزائر العاصمة تحت
تحت توجيهات مستمره من رضوان الكره الان مدريد. حلوه حلوه حلوه. شوف 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 عزر ماذا يفعل, ماذا يفعل عزر, ماذا يفعل عزر, ماذا يفعل عزر. الان ميليتاو 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 يسدد الان, لا يسدد, يتردد يتردد. حلوه اللقطه, حلوه اللقطه. الهدف الاول قادم قادم, الهدف الاول في هذه اللقطه. مارسيلو مارسيلو, هدف قادم قادم, هدف قادم يحبس انفاس فريق وهران. اسكت في المباراة يعني عندنا رضوان ينفعل شوية وكيمد يمد يمد دي كونسين يبرتيربي بوك دي فوا بار اكزومبل. جو دوني ان اكزومبل, انا نلعب يقول لي تيري وانا منفعل نتيري نضيعها. دونك ا مومون دوني خزرت فيه قلت له يا رضوان كالمتو خليني نلعب, خليني نلعب لعبي, خليني ندير لعبي في التيران, نبسط لعبي في التيران وعلى بالي ندير نتيجة باذن الله. فيرجيل فان دايك حبا حبا بصافي. روبرتسون فيرجيل فان دايك, روبرتسون مرة أخرى يحاول الاستحواذ, يحاول التركيز. أوه أوه, ماذا يفعل ليفربول؟ ماذا, ما هذا, ما كل هذا الارتباك الآن؟ مارسيلو وهازارد, هازارد الآن, هازارد الآن, فرصة لفريق الجزائر العاصمة. الكرة الآن لمارسيلو, فالفيردي, مارسيلو, مارسيلو, ريال مدريد. السيطرة الآن من فريق ريال مدريد وفريق الجزائر العاصمة بقيادة وليد الآن في غياب القائد أمين الذي لن يلعب النصف النهائي بسبب حصوله على الكرية السوداء. ساديو ماني, ماني, فينالدوم, فيرمينو, فيرمينو, فيرمينو يضيع الكرة. مارسيلو الآن, مارسيلو الآن, مارسيلو ومودريتش, مودريتش ومارسيلو, مارسيلو الآن. هازارد, هازارد قد يأتي بأول هدف اللقاء. هازارد أول هدف أول لريال مدريد وفريق الجزائر العاصمة يفتتح باب التسجيل في الدقيقة 83 من اللقاء. وموديفيون ما تكتيك, أدائي تحسن, غيرت ما أمكن تغيره في سكو جو بوفي شونجي في الشوط الثاني وأعطى الثمار تاعو. الحمد لله لو بوبليك ا فيو لو بوت, قدرت نجيري لا فان دو ماتش. درنيير مينوت ماركا لي بوت, مينوت بنت لي 86, بصح معليش مازال باقي الروتور وان شاء الله فيها خير. فيرجيل فان دايك, روبرتسون, ماني, روبرتو, فيرمينو, فيرمينو, الكوال ليفايان, فاران, ميليتاو, فاران, فالفيردي. ليش الوقت في بارتك؟ الكول آلي, فاران, ميليتاو, كازيميرو, مارسيلو, مارسيلو ومودريج, مودريج, هازارد, 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 مودريج والثاني, الثاني جاي, الثاني جاي. ليفربول متفطن حتى تكون آخر كرات اللقاء الآن. اندرسون, اندرسون, ماني, ماني, اندرسون, ماني, رو, فيرمينو, فيرمينو, اندرسون, فيرمينو, فيرمينو. حلوه اللقطه, حلوه, لكن ريال مدريد حاضر. تنتهي المباراه الاولى المرتده بتفوق فريق الجزائر العاصمه على حساب فريق وهران. لعبنا لعبنا دروك درنيير مينوت ماركا لي بيت, بصح معليش مازال دوزيام ماتش, مازال ريتور, ان شاء الله فيها خير. لو ريزولتا تاع 1-0 مي با با مو ساتيسفير, لانه 1-0 سي 3 فوا ريان. راح ندير مجهودي باش في المباراة العودة نكونفيرمي هذا الريزولتا ونعطي أريحية لأصحابي باش يلعبوا بأنفال, صاحبي رضوان باش يلعب آلاز. تفوق لفريق جزائر العاصمة بقيادة وليد على حساب وهران بقيادة إبراهيم. ذكركم وليد وإبراهيم أنه مباراة لعبت في أرض إبراهيم. دونك إبراهيم إذا ربحت 1-0 في العودة راح تروحوا ضربات ترجيح, إذا ربحت 2-1 راح تكون تأهل من نصيبك. وليد بصحتك اليوم. الله يسلمك. عرفت تسير اللقاء؟ بيان سور, اعتبارات تاع داخل وخارج ارضك, انا ليا المهم نربح سواء على الاكستيريور ولا ا دوميسيل. مام المنافس تاعني جوبونس كان منافس مليح, يلعب مليح. اسبيرون كو دوزيام ماتش نكمل. العائله تاعك حضرت اليوم؟ الله يسلمك, انكوراجي يما خويا. الله يبارك. وردوان ثاني صاحبك كبسوله على دوزيام ماتش. واش صرا بينك وبين امينه؟ واش صرا بيني وبين امين؟ امين يحب يوجهني ويعني يعطيه الصحه على كي هو كي رضوان. وشنو نحب كي نكون كونسونطري مع لو تحبش, ما نحبش يمدوا لي دي كونسين باسكو تلف لي اللعب. بعد فهمتك وليد, يعطيك الصحه وليد. الله يسلمك. ابراهيم مازال الروتور ومازال ياسين الي روتور, ما تقلقش. انا نشوفك مقلق برك. لا نورمال بصحته, بصح مازال الروتور, مازال الروتور في الاستاد في خير ان شاء الله. ابراهيم وليد تفضلوا.
مباراة الذهب مشاهدينا الكرام انتهت بفوز فريق جزائر العاصمة على حساب فريق وهران. غدا إن شاء الله راح نشوفوا مباراة الإياب على نفس القناة نفس التوقيت، انتظرونا غدا، إلى اللقاء. قدم لكم هذا البرنامج برعاية إيزي.